يغادر إلى واشنطن للقاء ترامب وأعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. مقتل 200 من عناصر داعش خلال غارات للطيران العراقي بمدينة الموصل. بدء خروج الدفعة الثالثة من مسلحي حي الوعر باتجاه ريف إدلب شمالي سوريا. النشاط الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة من اون لايف، اهلا بكم والى التفاصيل. غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الولايات المتحدة الامريكية في زيارة تستغرق 5 أيام تلبية لدعوة من الرئيس الامريكي دونالد ترامب في اطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين. تشتمل الزيارة على عقد مباحثات بين الرئيسين تتناول العلاقات الثنائية فضلا عن الموضوعات المطروحة على الساحتين الاقليمية والدولية. ومن المقرر يلتقي الرئيس السيسي أيضا عددا من الوزراء الأمريكيين وأعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. كما سيعقد السيسي اجتماعا مع قيادة غرفة التجارة الأمريكية ورؤساء كبرى الشركات لبحث فرص الاستثمار في مصر، ولقاء مع كل من رئيس البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي. اعتبر سفير مصر في واشنطن ياسر رضا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة تمثل مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، وأشار إلى أن اللقاءات ستركز على 5 محاور تمثل عناصر اتخاذ القرار في الولايات المتحدة، هي الإدارة والكونغرس والإعلام ورجال الأعمال وعدد من الشخصيات المؤثرة. في إطار حرص الإدارة المصرية لتعزيز ودفع العلاقات المصرية الأمريكية إلى مرحلة جديدة من التعاون، يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بأول زيارة رسمية له إلى البيت الأبيض تلبية لدعوة الرئيس دونالد ترامب. ومن المنتظر أن يجري الرئيس السيسي جلسة مباحثات مع نظيره الأمريكي لتعزيز جسور التواصل والتفاهم المشترك حول طبيعة التحديات التي تواجه المنطقة وسبل التصدي لها وسبل تعزيز العلاقات الثنائية. السفير ياسر رضا سفير مصر في واشنطن أكد على أهمية الزيارة، مشيرا إلى أنها تدشن مرحلة جديدة في علاقات البلدين، مؤكدا أن هناك تقديرا عاليا من الجانب الأمريكي للزيارة وللرئيس السيسي. زيارة فعلا مهمة إن شاء الله، يعني تسهل عن نتائج ووضع العلاقات المصرية الأمريكية في مسارها الطبيعي اللي نأمله، ونضع يعني رؤية مشتركة وعلاقات استراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر بحق بمفهوم جديد، لأن مصر اتغيرت وأكيد الولايات المتحدة اتغيرت، فبالتالي احنا بنحاول نستعيد تاني الزخم العلاقات ونضعها زي ما قلت في مسارها الطبيعي. كما أوضح السفير أنه سيكون هناك لقاءات للرئيس السيسي مع عناصر القوة الخمس في المجتمع الأمريكي، حيث يقدم خلالها مصر الحديثة وشرحا للتحديات التي تواجه مصر وعلى رأسها الإرهاب، مضيفا أن برنامج زيارة الرئيس يشمل لقاءات مع قيادات الكونغرس ورجال الأعمال. نحن نبني علاقات ونبدأ نقدم مصر الحديثة، مصر تدعو الرئيس السيسي ماذا تفعل وما هي همومنا وماذا نفعله وما هي الاصلاح والى اخره، وشرح التحديات اللي احنا بنواجهها من تحديات كبيره والارهاب واللي بنصادفه وزي مشاكلنا الاقتصاديه وبرنامج الاصلاح. زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة تأتي في ظل تحديات مشتركة يواجهها البلدان، وفي مقدمتها الإرهاب الذي يعصف بمناطق كثيرة في العالم، فضلا عن أزمات منطقة الشرق الأوسط التي تتصدر أجندة القمة المصرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية، فضلا عن إعادة الزخم للعلاقات المصرية الأمريكية. وفي سياق متصل، قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيسعى لإعادة بناء العلاقات الأمريكية مع مصر في اجتماع الاثنين المقبل مع الرئيس السيسي، وأشار إلى أنه سيركز أيضا على القضايا الأمنية والمساعدات العسكرية.
تستعد الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة الدبلوماسية الشعبية لتنظيم وقفة احتجاجية بصور ولافتات توضح العمليات الإجرامية الوحشية التي ارتكبها قادة وميليشيات الإخوان ضد الشعب المصري. كان وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية التقى اللجنة القضائية بالكونغرس الأمريكي، وهي اللجنة المختصة بالموافقة على مشروع قانون تصنيف الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية. كما عرض الوفد خلال اللقاء وقائع مسجلة وفيديوهات توضح الجرائم والعمليات الإرهابية والاغتيالات التي تؤكد في مجملها ضلوع الإخوان في تأسيس داعش والقاعدة والجماعات المتطرفة واعتبارها المظلة الأم لكل الفصائل الإرهابية المسلحة. قال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السناتور بن كاردن إنه يعتزم تقديم قرار لتأكيد التزام الولايات المتحدة بالشراكة مع مصر، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن. انضم إلى السناتور كاردن في تقديم القرار كل من السناتور ماركو رابيو وتام كاين وتاد يانغ وبوب مينينديز. وفي غضون ذلك أوضح بيان للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن القرار سيحتفي بالتاريخ الطويل والعلاقات المتينة بين واشنطن والقاهرة، كما سيدعم الجهود المصرية لمواجهة التهديدات وإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد، كما سيدعو القادة المصريين لاتخاذ إصلاحات سياسية. يتصدر ملف القضية الفلسطينية أجندة مباحثات الرئيس السيسي مع نظيره الأمريكي بواشنطن. المزيد حول زيارة الرئيس السيسي ومباحثاته مع ترامب في هذا التقرير. البيت الأبيض يفتح أبوابه استعدادا لزيارة مرتقبة يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الأمريكية واشنطن، وجاء بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليكون اللقاء المرتقب للزعيمين في 3 أبريل القادم. وتأتي أهمية الزيارة من منطلق سعي القيادة المصرية لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط وتشكيل تحالف دولي لمحاربة الإرهاب، كما تحمل عددا من الملفات الساخنة والهامة. القضية الفلسطينية تتصدر المباحثات المصرية الأمريكية، هذا ما أكده وزير خارجية سامح شكري خلال لقائه الممثل الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون المفاوضات، حيث شدد على أن الطرح المصري للقضية الفلسطينية سيكون وفق ما تم التنسيق والتشاور حوله فلسطينيا خلال الزيارة الأخيرة للرئيس محمود عباس إلى القاهرة، وبناء على مبادرة السلام العربية التي تدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي استولت عليها في عام 67 في مقابل علاقات دبلوماسية واقتصادية كاملة مع الدول العربية والإسلامية المعتدلة. تظل القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى والمركزية في قلب وعقل كل عربي، وإنه لمن دواعي الأسف أن تستمر عصية عن الحل على مدار عدة عقود. جميعا تتصاعد حدة ووتيرة الأزمات التي تعاني منها الدول العربية والعالم بأسره. لقد سعت مصر ولا تزال إلى التوصل إلى حل شامل وعادل لتلك القضية، يستند إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقدمت كل نفيس وغال في سبيل دعم الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال والمعاناة التي يمر بها هذا الشعب الشقيق. قمة ثلاثية جمعت كل من الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد انتهاء أعمال القمة العربية في الأردن، جرى خلالها التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة وتنسيقها لتحريك عملية السلام. الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب تبدو أكثر جدية من سابقها لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، إذ أكد ترامب خلال لقائه نتنياهو في واشنطن أنه منفتح على كافة الخيارات التي يمكن أن تؤدي إلى السلام. أكد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية استراتيجية وتشهد طفرة كبيرة في مختلف المجالات. أضاف قابيل في بيان أن هناك فرصة كبيرة أمام البلدين لزيادة العلاقات التجارية المشتركة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 5 مليارات دولار خلال عام 2016، وارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 6% حيث بلغت 1,493,000,000 دولار مقابل 1,405,000,000 دولار خلال عام 2015.
أكد رئيس عبد الفتاح السيسي الاهتمام الذي توليه مصر لمنظمة الأمم المتحدة وللعمل الدولي متعدد الأطراف وحرصها على الاطلاع بمسؤولياتها تجاه تطوير دور المنظمة بما يساهم في مواجهة التحديات الدولية الراهنة. تأكيدات الرئيس جاءت خلال لقاء بيتر تومسون رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور وزير الخارجية سامح شكري. وأوضح السيسي حرص مصر على الاستمرار في المشاركة بفاعلية في مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إسهاما منها في مساندة جهود المنظمة في مجال حفظ السلم والأمن الدولي. من جهته أشاد تومسون بدور مصر المحوري باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. اجتمع شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب مع رئيس الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة بيتر تومسون. تناول الاجتماع أهم القضايا على الساحة الدولية ودور الأزهر في نشر ثقافة السلام وصحيح الإسلام، فضلا عن سبل تعزيز التعاون بين الأزهر والجمعية. يعقد رئيس الوزراء شريف إسماعيل اجتماعا مع وزير الصحة وعدد من المسؤولين لمتابعة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل قبل مناقشته بصورة نهائية في اجتماع الحكومة يوم الاثنين القادم. يتضمن مشروع القانون إنشاء ثلاث هيئات هي هيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية والهيئة المصرية للجودة واعتماد المنشآت الصحية. يلتقي رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل اليوم الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين. وأكد سلامة أن اللقاء الذي يعد الأول منذ فوزه بمنصب النقيب سيبحث جميع المشاكل التي تعاني منها مهنة الصحافة والأوضاع المالية وأرض الصحفيين بالسادس من أكتوبر وكل ملفات النقابة والخدمات والتشريعات. ترأس علي عبد العال رئيس مجلس النواب اجتماع المجموعة التشاورية العربية بالاتحاد البرلماني الدولي، ويهدف الاجتماع إلى تنسيق المواقف بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماعات الجمعية 36 بعد 100 للاتحاد والمنعقدة في العاصمة البنغالية دكا. بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظير السعودية عادل جبير مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد أن الوزيرين اتفقا خلال اتصال هاتفي على عقد جولة مشاورات سياسية بين البلدين في القاهرة قريبا، وذلك لبحث مسار العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى الإعداد للزيارتين القادمتين للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السعودية وللملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر، والتي تم الاتفاق عليهما خلال لقاء القيادتين المصرية والسعودية في البحر الميت على هامش القمة العربية الأخيرة. المزيد من الأخبار مشاهدينا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعلنت مديرية الاستخبارات العامة في العراق مقتل نحو 200 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي خلال ضربات جوية للطيران العراقي بمدينة الموصل. وقال بيان لخلية الإعلام الحربية التابعة للاستخبارات إن طيران القوى الجوية وجهت ثلاث ضربات على عدة مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في قضاء البعاج جنوب غربي قضاء تل عفر، وأسفرت عن مقتل العشرات من عناصر التنظيم الذين دخلوا تسللا من الحدود السورية. قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن القوات العراقية تتقدم في مدينة الموصل بمساندة من أهالي المدينة الداعمين لها، مؤكدا خلال احتفالية بيوم الشهيد إن تعداد عناصر تنظيم داعش الإرهابي انخفض بمعدل 90% منذ العمليات العسكرية. هناك انخفاض 90% انخفاض للجماعات التي تتطوع للقتال مع داعش، لأن كسرنا إحنا، كسرنا هدفه وكسرنا تحركه، مو كان يريد يبني هاي الدولة الفاشلة، الدولة اللا إسلامية الفاسدة، احنا وقفناه. هذا طموح توقف كسرناه. فلم يعد هناك من ينتصر له. هل يوجد بين الأمم أن قوات أمنية تقدم تضحيات أكثر من المدنيين؟ أنا اليوم البارحة كنت أتحدث مع الأمين العام للأمم المتحدة، ذكر هو في كل الأمم عندما تقاتل داخل المدن مع وجود المدنيين الضحايا المدنيين يكونون أضعاف القوات المسلحة إلا هنا الضحايا من القوات الأمنية أكثر من المدنيين.
يكثف الجيش السوري ضرباته على مناطق في حماة سعيا لتحقيق مزيد من التقدم بالمحافظة. يحاول الجيش التقدم في تلة الناصرية بغية استعادة السيطرة عليها بعد أن تمكن من إبعاد فصائل المعارضة المسلحة مسافة 11 كيلومترا شمال مطار حماة العسكرية. يأتي هذا بينما تتواصل الاشتباكات في أطراف حي جوبر وبساتين برزة بأطراف دمشق الشرقية بين فصائل المعارضة والقوات الحكومية. يتواصل خروج الدفعة الثالثة من مسلحي المعارضة السورية وبعض أفراد عائلتهم من حي الوعر بمدينة حمص باتجاه ريف إدلب. وذكرت وكالة الأنباء السورية أن 42 حافلة على متن 600 من المسلحين وبعض عائلاتهم خرجوا من الحي حتى الآن. أشار قائد شرطة حمص إلى أن وحدات شرطية ستدخل إلى الحي خلال الأيام المقبلة من أجل فرض الأمن والاستقرار وإعادة الحياة إلى طبيعتها. يعد حي الوعر آخر أحياء حمص الذي تنتشر فيه المعارضة المسلحة. انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الاستثماري الأول لتجمع دول حزام وطريق الحرير بالقاهرة في التجارة والصناعة، وشهد المؤتمر توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين والجمعية الروسية لرجال الأعمال والجمعية الفيدرالية الجزائرية وجمعية رجال الأعمال الصينيين. كما تتضمن فعاليات المؤتمر جلسات عامة عن التجارة والاستثمار والتعاون الإفريقي ومشروع محور قناة السويس، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل. دعا رئيس شعبة الصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية تامر الشفعي إلى سرعة التصديق على استراتيجية صناعة السيارات التي يتم مناقشتها حاليا في لجنة الصناعة بالبرلمان. أشار الشفعي إلى أن الاستراتيجية ستساهم في انتعاش السوق المحلية، لا سيما بعد حالة الركود التي شهدتها الأسواق مؤخرا. بدأت شركتا الجملة المصرية والعامة التابعتان لوزارة التموين تسليم السلع التموينية المدعمة، وأكدت الوزارة حق المواطن في الحصول على سلعتي الزيت والسكر حال طلبهما. وأضافت أن تحديد 20 سلعة الإضافية تم بناء على رغبات المستهلكين. شددت على إلزام البقالين بالإعلان عن سعر هذه السلع بعد إضافة هامش الربح المقرر. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهواء مباشرة من مقر وزارة التموين أستاذ محمد سويد، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية. بعد التحية أستاذ محمد، يعني ما هي استعدادات وجهود وزارة التموين لتسليم السلع المدعمة للمواطنين؟ يعني مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أحب بس أقول لحضرتك أنه وزارة التموين والتجارة الداخلية في هذه الفترة اللي هي شهدت تقلبات كبيرة في الأسعار، كلنا يعني كمواطنين قبل أن نكون يعني في أماكننا نعاني من الارتفاع في الأسعار ربما غير المبرر في كثير من الأحيان. لذلك كان لابد من تدخل للدولة ودور هام من خلال توفير السلع الأساسية ب يعني هوامش ربح بسيطة وتوفير السلع على البطاقات التموينية، وكان في مقدمتها سلعتي السكر والزيت اللي هم شهدوا خلال الفترة الماضية يعني اختفاء من الأسواق وحتى من عند البقال التمويني. لو احنا شهدنا خلال والسادة المواطنين اللي بيشاهدونا خلال الفترة الماضية هاتين السلعتين لم تكن موجودة لدى البقال التمويني، وبالتالي من هنا صدر التوجيه الوزاري وكان التزام على وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية توفير احتياطيات استراتيجية تكفي 71 مليون مواطن المسجلين على البطاقات التموين من سلعتي السكر والزيت التمويني. وهنا حتى لا يكون هناك اختلال للنظام المعمول به، وهو انه يعني من حق المواطن 21 جنيه موجودين على بطاقة التموين، فهاتين السلعتين اجباريتين على البقال التمويني اختياريتين للمواطن، لانه احنا نستطيع ان نلزم البقال بان يسلم الزيت والسكر للمواطن، لكن من حق المواطن ان يختار بديل اذا ما رأى انه يعني ليس في حاجة اليهم. أستاذ محمد، يعني هامش الربح البسيط الذي تم تحديده للبقالين أو التجار، يعني ممكن يؤدي إلى تلاعب هؤلاء التجار أو البقالين بالأسعار، يعني حتى يحققوا يعني زيادة في الربح أكثر من الهامش الربح المحدد لهم؟
يعني من المهم افتراض حسن النية لحين ثبوت العكس. يعني أنا أحب أقول لحضرتك إنه البيان الذي صدر اليوم عن وزارة التموين بيحدد جميع السلع الموجودة على البطاقات التموينية وسعر تسليمها للبقال وسعر حصول الجمهور عليها وهامش الربح المحدد على كل سلعة وفقا لما ورد بالبيان يعد سابقة يعني لم تحدث من قبل، ولكن الهدف منها أن يكون المواطن لديه هذه الأسعار والأرقام التي لم تكن لديه من قبل، وبالتالي إذا ذهب المواطن ليحصل على الخدمة أو السلعة التي من المقرر أن يحصل عليها سوف يكون لديه علم مسبق بالسعر الذي سيحصل به على هذه الخدمة. نعم. وهنا يعني نحب أن نؤكد ويعني ونشدد على جميع المواطنين أنه يعني يتمسك بالحصول على الشيك أو الرسيت الذي يصدر من ماكينة صرف المقررات التموينية عقب صرفها، لأنه هذا الرسيت سوف يضمن له أنه سيحصل على السعر الرسمي لهذه السلع. أستاذ محمد، يعني ما هي استعدادات وجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال شهر رمضان الكريم وتوفير السلع اللازمة للمواطنين خلال هذا الشهر الكريم؟ يمكن أعلننا منذ أسبوع تقريبا عن استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية لاستقبال شهر رمضان، وهذه الاستعدادات تمت بالتنسيق مع كافة الأجهزة وعرضت على رئيس الجمهورية شخصيا يعني للإطمئنان على توافر هذه السلع، وهي استراتيجية مبنية على محورين. المحور الأول هو الأهم منها وهو الإتاحة وتوفير كافة السلع الغذائية والأساسية وتوفير احتياطات استراتيجية منها تصل إلى ربما 3 أو 4 شهور حتى يعني نستطيع أن نحارب ما يسمى بالجشع أو ما يسمى بإخفاء السلع من الأسواق، لأنه مع قدوم شهر رمضان ومع عادات بعض المواطنين بتخزين كميات كبيرة من السلع ربما تؤدي إلى ندرتها في الأسواق. فالإتاحة هي خيار مهم جدا من خلال ما يقرب من 3000 منفذ لوزارة التموين في المجمعات الاستهلاكية وأفرع جمعياتي والبقالين التموينيين. كل هذه الأفرع وحتى السيارات المتنقلة هتكون موجودة عليها كميات من السلع الغذائية، يعني نستطيع من خلالها أن نحقق مبدأ الوفرة. شكرا لك أستاذ محمد سويد. نعم، شكرا لك أستاذ محمد سويد، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، كنت معي عبر الهواء مباشرة. ينظم برلمان الطلاب الوافدين بالتنسيق مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر مؤتمرا تحت عنوان الوافدين بالأزهر طموحات وتحديات. وللمزيد من المتابعة معنا عبر الهواء مباشرة إبراهيم عزت مراسل أولايف. بعد التحية إبراهيم، يعني اطلعني على أجواء فعاليات مؤتمر الوافدين بالأزهر اليوم. أهلا بك نورام، بالفعل أحدثك من هنا من قاعة المؤتمرات للأزهر الشريف المتواجدة بمنطقة مدينة نصر. شهد صباح اليوم انطلاق المؤتمر الدولي الأول للوافدين لجامعة الأزهر تحت عنوان الوافدون بالأزهر طموحات وتحديات. رفعت الجلسة الافتتاحية منذ قليل واستؤنفت الجلسة الثانية على أن يتم مناقشة العديد من الأبحاث خلال هذا المؤتمر تجاه المشاكل الذي يتعرض إليها الوافدين هنا الدارسين في جامعة الأزهر. ربما عن هذه الأبحاث نوران كنت أريد أن أعرف المزيد حول الموضوعات التي سيتم طرحها على طاولة الحوار. نعم بالطبع، سنتعرف على هذه التفاصيل في جولات إخبارية لاحقة. إبراهيم شكرا جزيلا لك. مشاهدينا إلى هنا تنتهي هذه الجولة الإخبارية، وأشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.